سنرسم خطين مستقيمين يتجهان للأعلى، أعلى، أعلى، وخطا آخر للأعلى. أجل هكذا. سنرسم خطين مستقيمين لرسم القاعدة، سنصلهما معا، وسنرسم خطين للتثبيت. والآن خطين مستقيمين للقمة، وسنصلهما معا. إنها جاهزة الآن، وما ينقصنا هو الضيافة. سأرسم التفاحة، يم يم يم، دائرة، وعودا صغيرا. ابدأوا بالتلوين، أنا سألونها باللون البني مع تفاحة خضراء. انتهيت.